الله شوفوا يسلمك هذول محمد، العراقيين ايش تفضل قاعد تفضل اجيب يسوون. فلوس هذا منهم. ابو الدليفري، وواحد اشترى من ابو الدليفري. تمام باع ابو الدليفري، ايش اسلم راح يصير بيه؟ تفضل عمود 500 دينار. شوفوا لايك واشتراك شباب، تفضل حبيبي. يعني 500 دينار شباب، 500 دينار اقول لك يعني خلي تقريبا يصير لك 30 سنت تمام، دولار بس يعني ما 30 دينار. تنطيها لحد. لا تنطي له بالمطعم. لا هو الي يعني قصدك؟ اي رحم الله والديك اخوي، تفضل. الله يسلمك. اي شو راح تسوي بال 500؟ راح افتح بيها مشروع. والله؟ والله دخلني وياك الشريك. لا انت تعرف والله شو الشريك يا والله؟ اخوي انت بيجي اخوي انا ممكن اسوي بخشيش بس انت اسالك انت شو راح تسوي بيها؟ راح اسوي بيها ريكس الله يخليك. والله حبيبي تريد افتح 50؟ لا لا ما نطق والله ما يجي والله ما يجي اقسم بالله عليك. لا لا ما ادري والله العظيم لا لا والله العظيم يا والله. شو راح تسوي بيها؟ بس قول لي ما ادري والله والله العظيم ما ادري والله يا والله حبيبي والله بس اسال بس شو راح تسوي بيها؟ شو يعني؟ ما تبي ما تبي 50 50 هذا يجي لك بيها لا تسوي اوكي حبيبي بس والله خليك. بس السؤال هنا، صاحب الدليفري ايش راح يسوي بال 500 بدون شقه يعني؟